المودال فيربس اللي انا بستخدمها تو توك اباوت نيسيسيتي، ده درس بتاعنا اسمه اكسبريسنج نيسيسيتي، التعبير عن الضروره او الالزام. نيسيسيتي او اوبليجيشن، ازاي نعبر عن نيسيسيتي الضروره، ده درس زي ما قلنا اسمه التعبير عن الضروره او الالزام. ازاي بستخدم المودال فيربس الافعال الناقصه علشان اعبر عن الضروره او الالزام. اول حاجه في البريزنت في المضارع، اما نيجي نعبر عن الضروره في البريزنت في المضارع بنستخدم ايه؟ ها نقول مع بعض كده، بنستخدم must او have to او has to او have got to. في حاجات هتلاقيها زياده شويه ما خدتهاش انت في الكتب اللي معاك، او has got to او need to او needs to. كل المودال فيربس دي واجيب بعديها انفينيت فعل في المصدر. يبقى تاني ايه الافعال الناقصه المودال فيربس اللي انا بعبر بيها عن necessity او obligation، ضروره او الزام. زي ما قلنا بنستخدم must او have to او has to، have got to، has got to، need to، needs to. طبعا احنا ناس كبيره وعارفين must بتيجي مع كل الضمائر، have احنا طبعا احنا في ثانيه ثانوي عارفين ان have دي بتيجي مع I we you they والاسماء الجمع، طبعا الحاجات دي بتكبر عليها وفاهمينها كويس. has to، has بتيجي مع he وشي وات والاسم المفرد، كذلك بقى have got زي have، has got زي has، need to زي have، needs to زي has، وهكذا. دي المودال فيربس اللي انا بعبر بيها عن necessity، ضروره او الزام في البريزنت في المضارع. ايه الفرق بين must و have to؟ الحاجات دي هنقولها بعدين بعد شويه، بس الاول تعال ناخد امثله على الحاجات دي. لو قلت مثلا يا ولاد ساره دوتس revised well، تراجع كويس before the exam، قبل الامتحان، نختار ايه يا شباب؟ have to، need to، ولا has to؟ كفايه ثلاث اختيارات بس، نختار ايه يا شباب؟ يا ولاد نتكلم نختار ايه يا ولاد؟ كل has to، اخر واحده has to. يبقى ساره has to revise well، ساره لازم تراجع كويس before the exam، قبل الامتحان. طيب مثال تاني، لو قلت مثلا children، الاطفال in our school، في مدرستنا dots wear a uniform، يلبسوا زي موحد زي المدرسه. الاختيارات بقى have to ولا needs to ولا has to، نختار ايه يا شباب؟ have to. كل الكلام نتكلم يا ولاد كده كلنا، ها have to. يبقى children in our school، الاطفال في مدرستنا، have to wear a uniform، لازم يلبسوا يونيفورم. وطبعا ينفع كمان must في الجملتين دول، ينفع must برضو مفيش مشكله، لان must قلنا بتيجي مع كل الضمائر. يبقى مره تانية اما نيجي عايزين بقى حد يقول لنا كده ازاي بنعبر عن ضروره في البريزنت، بنعبر عن ضروره في المضارع باستخدام ايه؟ ممكن نستخدم، نقول مع بعض كده نستخدم ايه كده؟ ها must، نتكلم يا ولاد have to، ايوه او has to، ايوه او have got او has got to او need to او needs to. طيب تمام، مش انت منى؟ اه الله يبارك لك يا منى، انت عامله ايه يا قمر؟ تمام الحمد لله. انتوا فاهمين يا اولاد كده؟ يبقى دي المودال فيربس اللي بيجي بعدها فعل في المصدر وبعبر بيها عن ضروره في المضارع او الزام في المضارع. خلاص فهمناها كده؟ طيب تعالوا بقى ايه، هنمشي واحده واحده كده، تعالوا نتكلم بقى عن النفي بتاع الحاجات دي الاول. عايزين نشوف النفي بتاع الحاجات دي.
اما نيجي ننفي الحاجات دي بنعمل ايه يا شباب؟ احنا الاول لازم نبقى فاهمين كده ان احنا عندنا نوعين من النفي. في نفي بيعبر عن حاجه اسمها lack of necessity، يبقى النفي الاولاني بتاع must و have to والحاجات دي يا اولاد اسمه lack of necessity، يعني نقص الضروره او عدم وجود ضروره. ازاي بنعبر عن نقص الضروره او عدم وجود ضروره؟ نقص الضروره ده لما اجي اعبر عنه استخدم don't have to او doesn't have to او haven't got to. have got to بنفيها ب haven't got to. has got to اللي انا كنت كاتبها من شويه بنفيها ب hasn't got to. و need to بنفيها ب don't need to. وفي كمان doesn't need to، وكمان needn't. يا ريت بقى نذاكر الحاجات دي كويس كده، نذاكر الاستراكشر ده. الحاجات دي كلها برضو بيجي بعدها infinitive فعل في المصدر. يبقى تاني يا ريت نركز في اللي احنا بنقوله. احنا اتفقنا خلاص احنا بنعبر عن ضروره في المضارع باستخدام must او have to. هي اللبسه بتاعت القلم راحت فين؟ must او have to او has to او have got to او has got to او need to او needs to. اما باجي انفي الحاجات دي لها نفيين، النفي الاولاني اسمه lack of necessity، والنفي الثاني اسمه تحذير او تحريم اللي هي prohibition، بستخدم فيها mustn't هنقولها بعد شويه. بس النفي الاولاني اما اجي اعبر عن عدم وجود ضروره اقول لواحد انت مش مضطر تعمل كذا، يبقى استخدم don't have to او doesn't have to. نقول مع بعض كلنا، كل الكلمه يا اولاد معايا بقى بنجيب بنستخدم ايه يا شباب؟ انا عايز نتكلم كده ونصحصح. ها don't have to نتكلم doesn't have to haven't قولوا معايا بقى haven't got to hasn't got to don't need to doesn't to needed. تمام. انت وليد صح؟ لا انا مينا. مينا مينا رامي مينا سعد. مينا سعد ازيك يا مينا عامل ايه؟ الحمد لله مستر. تمام يا ولاد، دي حاجات بعبر بيها عن عدم وجود ضروره. طب تعال نشوف مثال كده عشان نفهم يعني ايه الكلام ده. اما اجي اقول لك مثلا ايه؟ وي ار اون هوليداي، يعني احنا في اجازه. يو دوت ستادي تذاكر. must ولا doesn't have to ولا don't have to ولا hasn't got to؟ نختار يا شباب. ها don't have to. نختار يا اولاد. كله تمام يا منا قالت. عايز اسمع الناس الثانيه. الاجابه ايه يا شباب؟ don't have to. وفي حد تاني معانا برضو، مين هيجاوب تاني معانا من الناس اللي معانا؟ ها don't have to. ابعت لي اسماء هندسه كده بعد اذنك يا باشمهندس. يبقى you don't have to study. احنا في اجازه انت مش مضطر تذاكر. you don't have to study. ممكن اقولها كمان you haven't got to او you don't need to او you needn't، انت مش محتاج ان انت تذاكر. طيب تعال نشوف كده مثال كمان. اما اجي اقول سلمى not clean her room، تنظف اوضتها. مام cleans it، ماما بتنظفها كل يوم. cleans it every day. يبقى نقول needn't ولا doesn't need to ولا haven't got to
ولا A and B؟ نعم الإجابات تبقى إيه يا شباب؟ A and B. تمام، من قالت A and B؟ عايز أسمع رأي الناس كلها. ها؟ A and B. صح A and B يا شباب؟ تمام، يبقى ممكن أقول سلمى needn't clean her room، سلمى مش محتاجة تنظف أوضتها عشان أمها بتنظف. أو سلمى doesn't need to، طبعا سلمى تاخد doesn't ما تاخدش don't، يبقى doesn't need to، يبقى needn't صح و doesn't need to صح، يبقى A و B. أنا بقول حاجة صعبة ولا الناس كلها فاهماني؟ نتكلم كده يا ريت يا شباب. ولاد فاهمين يا ولاد؟ في حاجة مش مفهومة ولا كله تمام؟ كله تمام يا مستر. تمام يا مستر. احنا كده خدنا حاجتين، عرفنا ازاي بنعبر عن ضرورة في المضارع باستخدام must و have to و have got to والحاجات اللي شرحناها في الأول، وخدنا أول نوع من النفي. النفي الأولاني ده ركز كده معايا، ده اسمه بعبر بيه عن lack of necessity، ملوش دعوة بالتحذير، لا ده اسمه عدم وجود ضرورة. طيب النفي التاني بقى، في نفي تاني للضرورة في البريزنت في المضارع. النفي التاني بقى يا ولاد بعبر بيه عن حاجة اسمها prohibition، تحذير أو تحريم. ده النفي التاني بقى اللي بعبر بيه، قلنا عن prohibition اللي هي التحريم، أو ممكن تقول عليها warning، تحذير، أي حاجة زي ما يعجبك عايز تسميها، التحريم أو التحذير. بستخدم هنا بقى يا ولاد mustn't في التحريم أو التحذير ده، بننفي must و have to وكل الحاجات دي، بنفيها mustn't. mustn't طبعا بيجي بعديها المصدر برضو، ودي بتساوي not allowed to. نقول مع بعض يا ولاد not allowed to بتساوي يا ولاد بقى تاني not allowed to، أو it's forbidden. forbidden يعني ممنوع، it's forbidden to ممنوع ان انت تعمل كذا، او it's banned، banned برضو دي يعني ممنوع، او ممكن اقول برضو it's against the law، ضد القانون، حاجة مش قانونية ان انت تعمل كذا، it's against the law to، ضد القانون، حاجة مش قانونية، او it's illegal، غير قانوني ان انت تعمل كذا. تعال نشوف مثال كده. اما اجي اقول لك ايه، there is a no parking sign، في يافطة مكتوب عليها ممنوع الانتظار، there is a no parking sign، you not park here، تركن عربيتك هنا، don't have to ولا mustn't ولا needn't ولا don't need to، نختار ايه يا شباب؟ mustn't. هنا لازم تبقى mustn't. واحد ممكن يقول لك ايه، طب ما انا ممكن اقولها you don't have to، لا مش هينفع اقول you don't have to park here، اصل مش بمزاجه، اصل don't have to دي يبقى هو بمزاجه، انا بقول don't have to بقول له انت مش مضطر تركن هنا، لا اصل مش بمزاجه هو، ده قانون، يافطه في الشارع مكتوب عليها no parking، اما حد حتى يسالك يقول لك what does this sign mean، هي اليافطه دي معناها ايه؟ تقول له it means معناها you mustn't park here. في المترو لما تلاقي العلامه بتاعت السيجاره دي ومعمول عليها علامه غلط كده، واحد يقول لك what does this sign say، هي اليافطه دي بتقول ايه؟ تقول له you mustn't smoke here، ما ينفعش تدخن هنا، لا يجب، mustn't. خدوا بالكم ان mustn't دي برضو بتساوي can't، يعني ممكن تلاقي في الاختيارات برضو كاتبها لك can't، اقول له you can't park here، ما تقدرش تركن هنا. هديكم مثال كمان. اما اجي اقول it's a military area، a military area يعني منطقة عسكرية، المنطقة دي منطقة عسكرية، طبعا انتوا بتشوفوا المناطق العسكرية مكتوب على السور ممنوع التصوير وبتاع، you not take photos here، تلتقط صور هنا، برضو
mustn't ولا needn't ولا don't have to ولا won't. ها نختار يا شباب. mustn't. You mustn't park here. ممنوع ان انت تركن تصور هنا. You mustn't park here. انت معايا يا احمد؟ فهمني يا احمد كده. احمد يا احمد اتكلم معانا يا حبيبي. احمد ايوه انت بتتكلم اهو بس صوتك مش واصل لي. سامعني طيب؟ احمد اعدل المايك، اعمل اي حاجه في المايك كده عشان صوتك يطلع. يبقى فهمنا يا اولاد كده دلوقتي ان احنا عندنا نوعين من النفي. الاول عرفنا ازاي بنعبر عن الالزام او الضروره، وقلنا ان ليها نفيين. النفي الاولاني بنعبر بيه عن عدم وجود ضروره، بقول لواحد انت مش لازم تعمل كذا. النفي الثاني بعبر بيه عن تحذير او تحريم، اللي هي كلمه mustn't. انتوا فاهمين يا اولاد؟ الصوره عدنا قدامكم اولاد، السبوره عدنا كده تمام؟ ايوه تمام. طيب تعالوا كده نكمل مع بعض. احنا كده اتكلمنا عن الضروره في المضارع، وخدنا النفي بتاعها الاثنين طريقتين بتوع النفي بتاعها. طب تعالوا بقى نكمل كده وناخد الضروره في الباست في الماضي. ازاي بنعبر عن ضروره في الماضي؟ في الماضي بنستخدم يا اولاد had to. يبقى اما نيجي نعبر عن الضروره في الماضي بنستخدم had to plus infinitive. had to بعدها المصدر برضو. طيب had to بمعنى اضطر ان فلان اضطر ان يعمل كذا. يعني شوف الاكزامبل المثال ده كده. لو قلت لك yesterday امبارح عمر was ill، عمر كان مريض، so لذلك he not go to hospital، يروح المستشفى. عايز اقول اضطر ان هو يروح المستشفى. has to ولا must ولا had to ولا could. نختار ايه يا شباب بقى؟ ها؟ had to. had to. had to ضرورة في الماضي، فاهمني يا مينا؟ ايوه مستر تمام. احمد فاهمني؟ كله فاهمني يا ولاد؟ يبقى اما اجي بتكلم على ووز، هو كان عيان امبارح، دي حاجة في الماضي. كان عيان وعشان كده اضطر ان هو يروح مستشفى، دي حاجة كلام كله في الماضي، يبقى اجيب had to. طيب برضو مثال كمان. اما اجي اقول مثلا our grandparents، our grandparents اللي هم اجدادنا، اجدادنا بتوع زمان قوي ما كانش فيه مواصلات، كانوا بيضطروا يورداه يركبوا جمال. our grandparents not ride camels، ما كانش فيه عربيات بقى ولا الحاجات دي. يبقى must ولا have to ولا has to ولا had to. نختار يا شباب. برضه هات تو دي ضروره في الماضي. يبقى انا كل حاجه بدي عليها مثال واتنين عشان الناس كلها تبقى فاهمه. يبقى انا لما اجي اعبر عن necessity in the past، ضروره في الماضي، بستخدم هات تو. طيب ازاي بننفيها بقى؟ ازاي بننفي هات تو؟ حد يقول لي كده نفي هات تو ايه يا اولاد؟ ها؟ هات تو اي لا مش هادنت، لا had to ما بنفيهاش بهادنت، لا didn't have to. ايوه كده بالظبط. had to دي يا اولاد لها نفيين، اما باجي انفيها بنفيها بطريقتين. الاول الطريقه الاولانيه زي ما زميلتكم بتقول كده، ان انا اجيب didn't have to بمعنى فلان ده ما اضطرش ان هو يعمل كذا، او didn't need to. didn't have to او didn't need to بعدها المصدر. النفي التاني بتاع had to ممكن انفيها ب needn't have. needn't have وبعدها ال PB التصريف الثالث للفعل. طيب هي دلوقتي had to لها نفيين،
بس نصحصح قوي في الحته دي بقى عشان الناس بتتلخبط هنا. ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين didn't have to و needn't have، او didn't need to و needn't have؟ ايه الفرق بين دول ودي؟ الفرق ان didn't have to يا ولاد بمعنى لم يضطر، فلان ما اضطرش ان هو يعمل كذا ولم يفعل، يعني حاجه هو ما كانش فيه ضروره لها او ما اضطرش ان هو يعملها وفعلا ما عملهاش. لكن needn't have بمعنى لم يكن مضطرا، فلان ما كانش مضطر ان يعمل كذا ولكنه فعل، لكنه عمل الحاجه دي. يبقى مره ثانيه ده الفرق بين didn't have to و needn't have. هناخد امثله لحد ما نفهم كويس. بصوا معايا في الجمله الاولى دي كده، yesterday امبارح مصطفى نقط اتاكسي as his brother اخوه، لان اخوه drove his home وصله بعربيته. drove دي يعني وصله بالعربية. يبقى اقولها بقى didn't have to take ولا need، كفاية الاختيارين دول، ولا needn't have taken. didn't have to take. didn't، انت قلتها يمينه كده، didn't have to take برضه صح زي منا كده صح، ولا قلت ايه؟ ايوه قلت رقم ايه؟ اللي هي didn't have to take. تمام، يبقى امبارح مصطفى didn't have to take a taxi، ما اضطرش ان هو ياخد تاكسي، وفعلا ما خدش تاكسي لان اخوه دروف هيم هوم، اخوه وصله بعربيته. يبقى ما اضطرش وما عملش. لكن بص للجمله اللي جايه كده، اما اجي اقول ايه؟ You not all this meat. We have a lot of meat. احنا عندنا لحمة كتير in the fridge. عندنا لحمة كتير في التلاجة. didn't have to buy ولا needn't have bought. نختار ايه يا شباب؟ needn't have bought. انت ما كنتش محتاج او ما كانش لازم تجيب اللحمه دي كلها، ده احنا عندنا لحمه كتير في التلاجه. تخيل كده مثلا واحد جاب لحمه كتير وجاي البيت، مراته بتقول له ايه ده؟ ده احنا عندنا لحمه كتير. You needn't have bought. يبقى واحد عمل حاجه ما كانش ليها ضروره بس هي اتعملت، الفعل حصل. لكن didn't have to زائد المصدر، واحد ما كانش مضطر يعمل حاجه وما عملهاش بجد، لكن هنا هو خلاص اشترى اللحمه بدليل كلمه all this meat. انت ما كنتش محتاج تجيب اللحمه دي كلها، يبقى هو جابها خلاص. عارف انت زي برضو لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ اما يكون انا مثلا سقيت الزرع وانت جيت سقيته بعد مني تاني، فانا بقول لك you needn't have watered all these the plants. انت ما كنتش محتاج تسقي الزرع ده. I have already watered them. انا كنت سقيتهم اصلا قبل منك. يبقى انت عملت حاجه ما كانش لها ضروره، ما كانش لازم، ما كنتش محتاج ان انت تعملها. لكن didn't have to يعني مثلا اما اجي اقول ايه؟ yesterday امبارح I didn't have to write the lesson. انا ما اضطرتش ان انا اكتب الدرس. our teacher المدرس بتاعنا gave us the notes، ادانا الورق الملاحظات اللي هو كتبها، فما اضطرناش ان احنا نكتب. يبقى حاجه ما اضطرناش نعملها وما عملناهاش، يبقى didn't have to او didn't need to زائد المصدر. حاجه ما كناش مضطرين نعملها بس احنا عملناها، يبقى needn't have والتصريف الثالث. وبتهيألي الناس كلها فهماني ولا الناس نايمه؟ شباب تمام يا مستر. ها كله فاهمني؟ احمد فاهمني يا احمد ومينا؟ ايوه مستر فاهم. طيب مش عارف احمد صوته مش بيوصل لناش برضه. طيب احنا كده خدنا الضروره في البريزنت
وفي الباست ازاي بنعبر عن دوره في المضارع وفي الماضي. طيب وشفنا النفي بتاعهم ازاي بننفي المضارع وازاي بننفي الضروره في الماضي. تعالوا بقى نخش على حته يعني ناس كتيره بقى بتتلخبط فيها شويه، الفرق بين استخدامات ماست واستخدامات هاف تو. ركزوا كده عشان حاجات شبه بعضها، فعايزين نركز ونفهم مع بعض. ايه الفرق بين ماست وهاف تو؟ ماست فيرسز مقارنه بين ماست وهاف تو. ومش هاف تو بس، ممكن كمان تبقى هاز تو، او كلهم بقى نيد تو نيدز تو، كل الافعال الناقصه الثانيه بتاعه الضروره. ايه الفرق بين ماست وهاف تو؟ ماست يا اولاد بتعبر عن حاجه اسمها بيرسونال نيسيسيتي او بيرسونال اوبليجيشن. الاول ده اول استخدام لماست، بتعبر عن الزام شخصي او ضروره شخصيه مع اي وي، مع الضمير اي وي. ده اسمه الزام شخصي. يعني ايه؟ يعني حاجه انا شايف انها لازم تتعمل، انا اللي شايف، محدش غصب عليا، انا اللي شايف ان الحاجه دي ضروري انها تتعمل. يعني هديك مثال كده، بصوا معايا. اما اجي اقول مثلا ايه، I must buy mom، انا لازم اشتري الماما a present for her birthday، لازم اجيب لماما هديه في عيد ميلادها. ده كده اسمه الزام شخصي، جبت ماست وبعدها فعل في المصدر. هنا ما حدش، دي حاجه طالعه من جوايا بحكم اخلاقي، عشان انا بحب امي كده، يبقى انا بستخدم ماست. ده الزام شخصي، ما حدش غصب عليا، ولو ما جبتش هديه مش هيجرى حاجه. طب بصوا معايا كده، اما اجي اقول برضو we must respect our teachers او elderly people، احنا لازم نحترم الناس الكبار، برضو دي بنقول عليها الزام شخصي، مع احنا لازم نحترم الكبار. دي حاجه طالعه من جوايا، محدش بيغصبني على كده، مفيش قانون بيقول ان انا لازم احترم الكبار، ده دي حاجه كده ذوقيا او اخلاقيا من الواحد نفسه، يبقى ده الزام شخصي. انتوا فاهمين الحكايه دي يا شباب؟ ايوه تمام. طيب يبقى اول استخدام لماست قلنا بتعبر عن حاجه اسمها بيرسونال اوبليجيشن، الزام شخصي. طيب بالنسبه لهاف تو بقى يا اولاد، او هاز تو او نيد تو، بتعبر عن حاجه، عشان بس نقارن بين الاثنين، دي اسمها بقى امبيرسونال اوبليجيشن، يعني الزام غير شخصي او الزام خارجي، حاجه مفروضه عليا من بره. زي مثلا ايه؟ اما اجي اقول ايه؟ if you want to get the job، لو انت عايز تاخد الوظيفة، you have to apply، لازم تقدم. apply دي يعني تقدم على الوظيفة، يعني before 5 اكتوبر، قبل يوم 5 اكتوبر. في وظيفه نازله في الجورنال ومكتوب كده ان اخر ميعاد للتقديم يوم 5 اكتوبر. فده الزام خارجي، انا مضطر اقدم قبل 5 اكتوبر، دي حاجه مفروضه عليا، هي الاعلان نازل كده، الشرط بتاع الوظيفه كده، يبقى دي حاجه مفروضه عليا من بره، ده الزام غير شخصي، يبقى هاف تو واجيب بعدها برضو فعل في المصدر. الناس فاهمة دي ولا صعبة يا شباب؟ تمام. طيب هقول لكم مثال تاني برضو. لما اجي اقول لك مثلا ايه، if you want to travel abroad، لو انت عايز تسافر للخارج، you have to get a visa، انت لازم تطلع فيزا. برضو ده الزام خارجي، هو البلد القانون بتاعها كده، بلدنا قانونها ان اللي عايز يسافر لازم يطلع فيزا. يبقى جبنا هاف تو زائد المصدر، دي حاجه مفروضه عليا من بره.
يبقى اما عارف انت برضو لما يجي مثلا باباك يقول لك ايه، باباك يديك امر يقول لك يو ماست، انت لازم تعمل كذا كذا، يو ماست مثلا دو يور هوم ورك، انت لازم تعمل الواجب بتاعك، ساعتها انت تروح قايل اي هاف تو دو ماي هوم ورك، انا لازم اعمل الواجب. بس ده خد بالك في فرق بين الاثنين كبير قوي. انا ممكن اقول اي ماست دو ماي هوم ورك، انا لازم اعمل الواجب ده، لو ده الزام طالع من جوايا، انا شايف ان انا المفروض اعمل الواجب اقولها اي ماست. لكن لو ابويا امرني ان انا اعمل الواجب اقول اي هاف تو، انا مضطر اعمل الواجب عشان ابويا امرني، مش حاجه طالعه مني. انتوا فاهمين الفرق بين دي ودي يا ولاد؟ ايوه تمام يبقى يبقى لو الزام مفروض علينا من الخارج يبقى استخدم هاف تو او هاز تو او نيد تو او بقيه الافعال الناقصه. لو حاجه طالعه من جوايا انا بحكم تربيتي بقى او اخلاقي او اي حاجه يبقى دي ماست. طيب ايه تاني الفرق بين ماست وهاف تو؟ الفرق بين ماست وهاف تو برضو يا شباب، ان ماست بستخدمها يا اولاد رايتنج، حاجه اسمها رايتنج رولز اند لوز، كتابه القواعد والقوانين. اما اجي اكتب قانون بستخدم ماست. يعني ايه؟ تعالوا بصوا معايا كده. اما اجي اقول لك مثلا ايه، students الطلبة not wear a uniform، لازم يلبسوا uniform. have to ولا must ولا has to؟ نختار يا شباب. must. ده كده قانون، لو رحت الإدارة التعليمية عندهم هتلاقي القانون ده مكتوب. يبقى كتابة القوانين نفسها بستخدم فيها must، زي ما هقول لك مثال تاني برضو. أما أجي أقول إيه، درايفرز السائقين must wear seat belts، لازم يلبسوا حزام الأمان، اللي سايق عربية لازم يلبس الحزام. برضو استخدمت must، دي صيغة قانون، أنا بتكلم على السواقين كلهم، بتكلم على الطلبة كلهم، ده قانون ماشي على الناس كلها. لكن بص بقى معايا كده، أما يكون الشخص مجبر، if a person is obliged، لو الشخص مجبر because of a law، بسبب قانون، يبقى هنا إذا كان الشخص مجبر بسبب قانون، خد بالكم عشان هتتلخبطوا شوية هنا، بنستخدم have to أو has to، مش لازم بقى نيتو، خلاها have to أو has to. يبقى لو واحد مجبر بسبب قانون نستخدم have to أو has to، ممكن برضو need to needs to كله، بس أنا مسحتها بس عشان كانت في حتة مش مضبوط. يعني بصوا معايا كده، أما أجي أقول إيه، to drive a car، علشان يسوق عربية، أحمد not wear a seat belt، يلبس حزام الأمان. عشان يسوق العربية أحمد لازم يلبس حزام الأمان. must ولا have to ولا has to؟ ها؟ has to. هنا has to. طيب يا رب بس تكونوا عينيكوا جايبة الفرق بين الجملتين. حكاية درايفرز السواقين ده صيغة قانون، أما أجي أكتب قانون بستخدم فيه must. لكن أحمد ده، أحمد مش مكتوب في القانون، يعني القانون بتاع الدولة مش مكتوب فيه إن أحمد لازم يلبس حزام، لا ده أحمد مجبر، أحمد هنا has to، دي مجبر بسبب القانون اللي هنا ده، يبقى القانون ده فرض على احمد، يبقى هنا نستخدم هاف تو او هاز تو.
الناس كلها فاهمين يا شباب كده؟ تمام يا مستر. طيب ايه تاني الفرق بين must و have to و has to؟ انا بستخدم must كمان يا اولاد لها استخدامات بقى خاصة بيها هي لوحدها كده. بستخدم must في حاجة اسمها strong recommendation. strong recommendation احنا هنتكلم على must بقى، مفيش have to او has to تاني، يعني نصيحة قوية. زي ما اجي اقول لك مثلا ايه، you must buy this jacket، انت لازم تشتري الجاكيت ده. It's on sale، كلمة on sale دي يعني عليه خصم. يبقى جبت must زائد المصدر، بنصحك برشح لك حاجة بس بطريقة قوية، بقول لك انت لازم تشتري الجاكيت ده عشان عليه خصم. هقول لك مثال تاني، الراجل بتاع البيتزا اللي في الشارع اللي عندنا ده راجل كويس قوي. اقول لك you must try pizza، انت لازم تجرب البيتزا at this restaurant، في المطعم اللي هنا ده. It's delicious، لذيذة. يبقى انا برشح لك حاجة بستخدم must. طيب بستخدم must في ايه تاني برضو؟ بستخدم must في حاجة اسمها instructions، التعليمات. زي ما انا قلت لك من شوية، باباك لما يجي يديك تعليمات يقول لك انت لازم تذاكر، او مثلا الدكتور، لنفرض مثلا في هنا دكتور علي، الدكتور علي بيكلم واحد عيان بيقول له ايه؟ بيقول له يو ماست ستوب سموكينج، انت لازم تبطل تدخين. دي كده اسمها تعليمات. انا المدرس بتاعك مثلا ليا سلطه ان انا اديك تعليمات برضو. اقول لك يو ماست ستادي يونت 1، لازم تذاكر يونت 1. ده امر او تعليمات استخدم فيها ماست. على فكره لو انت ذكي، انا لما اقول لك او هنا مثلا الدكتور لما يقول لواحد يو ماست ستوب سموكينج، انت لازم تبطل تدخين، الدكتور ده يروح البيت يقول لمراته ايه؟ يقول لها اي هاف تو ستوب سموكينج، انا مضطر ابطل تدخين. طب ازاي يا مستر؟ ايه اللي جاب هاف تو بقى؟ ما هو مجبر بسبب الامر بتاع الدكتور، يبقى مجبر بسبب حاجه خارجيه، يبقى هاف تو. يبقى هنا يقولها هاف تو. انتوا فاهمين يا شباب؟ ايوه تمام. انتوا فاهمين يا اولاد ولا الناس مش فاهمني يا مينا؟ الناس كلها فاهمين يا اولاد؟ ايوه مستر تمام. طيب يبقى انا لما اجي اعمل تعليمات برضو بستخدم فيها ماست. كمان بستخدم ماست في ايه تاني؟ حاجه اسمها وورم انفيتيشن. وورم انفيتيشن يا اولاد يعني دعوه حاره. اما اجي اعمل دعوة حارة برضو بستخدم فيها must. زي اما اجي اقول لك مثلا ايه، you must have lunch with me، انت لازم تتغدى معايا. you must have lunch with me. ممكن اقول لك برضو مثلا you must come and visit us، انت لازم تيجي تزورنا. دي دعوة قوية بستخدم فيها برضو must. يا رب يكون فهمنا الحاجات دي يا اولاد. احنا كده اتكلمنا على الموضوع المودال فيربس، الافعال الناقصه، وازاي بستخدمها كلها، والنفي بتاعها في المضارع وفي الماضي، وفرقنا كمان بين ماست وهاف تو او هاز تو. الدرس مفهوم تمام يا شباب زي الفل؟ في اي حد عايز يسال اي حاجه؟ لا تمام. طيب تعالوا بقى نحل كده علشان نطبق. احنا كده خلصنا شرح الجرامر ده، تعالوا نطبق بقى على الدرس ده. مين اللي هيبدأ معانا؟